طيب معايا عبر الهاتف الآن في زاوية أخرى يعني، وهي زاوية مباراة الأهلي وصن داونز، المباراة القادمة إن شاء الله يوم الأربعاء القادم في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي. معايا واين أرنسي قائد منتخب أو قائد فريق صن داونز السابق، كان شارك مع فريق صن داونز في مباراة 2019 أمام الأهلي و2016 نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك، واحد من الكباتن التاريخيين لفريق صن داونز. يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. شكرا جزيلا على استضافتي، انا سعيد جدا لتواجدي معكم. بالتاكيد هسالك عن الاول مباراه الذهاب بين صن داونز والاهلي، المباراه اللي فاز بيها صن داونز بهدف دون رد، كيف رايت هذه المباراه وكيف شاهدتها؟ في البداية من الضروري أن أوصل أن اللعب أمام الأهلي صعب جدا، من الصعب أن تواجه فرق كبيرة كالأهلي. الأهلي يريد أن صن داونز يريد أن يحرز المزيد من الأهداف في كل مباراة يلعب فيها، ولكن هذه مهمة صعبة حينما تلعب أمام فريق كبير كالأهلي، يجب عليك أن تتحلى بالجودة المطلوبة لأن فريق صن داونز يعرف أن المباراة في القاهرة ستكون صعبة، فيضغط بكل قوة في مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا. أعتقد أن هذا ما حدث. الأهلي من الفرق الكبيرة التي تستطيع أن تستعيد واستجمع قواها بعد أي هزيمة، فبالتالي هذه المباراة هي من هذه النوعية من المباريات الصعبة. يعني انت شايف، هل النتيجه بالنسبه لك كانت نتيجه مرضيه ولا نتيجه مش مرضيه؟ اعتقد ان نظرنا للفوز، فاننا نعرف ان الهدف الواحد ليس كافي، لان الذهاب الى القاهره سيكون صعبا ولا يكون هذا كافي للتأهل من القاهرة، خصوصا أن هؤلاء اللاعبين لعبوا من قبل أمام بعضهم. إذا فقط لعبت بشكل جيد في القاهرة وإذا حافظت على حظوظك خصوصا من الناحية الهجومية، أعتقد أن لديكم بعض اللاعبين الذين سيشكلون بعض الخطورة، كلاعب المدافع الهداف محمد عبد المنعم اللاعب رقم 24. أعتقد أن على صن داونز الانتباه خصوصا في هذه المباراة في القاهرة، فستكون مباراة صعبة. لعبت من قبل مع بيرس تاو لاعب النادي الأهلي في الوقت الحالي، لعبت معه في صن داونز، اي مستوى افضل يقدمه بيرسي تاو؟ هل المستوى اللي كان بيقدمه مع صن داونز ام المستوى اللي يقدمه الان مع النادي الاهلي؟ بيرسي تاو لاعب كبير كما تعرف، الان يمر باوقات جيده مع الاهلي، وأيضا قضى معنا أوقات جيدة، ولكن الفترة كانت صعبة في البداية مع الأهلي، مر بمرحلة من الإصابات، فأعتقد أنا متأكد أنه يتطلع للأفضل ويتطلع للمشاركة أيضا مع المنتخب. بالنسبة لي أعتقد أنه اكتسب المزيد من الخبرات في الفترة الماضية. واين أرنسي كابتن فريق صن داونز السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله ما قبل مواجهه الاهلي وصن داونز في اياب نصف نهائي دوري الافريقي يوم الاربعاء القادم ان شاء الله.